السلام عليكم ورحمة الله، سعد الله مساءكم بالخير إخواني وأخواتي اللي بتابعوني في سلسلة فيديو معلومة خاصة بنباتات الزينة الخارجية والداخلية. إن شاء الله من أحد المشاتل هنقدم لحضراتكم فيديو عن الإقصار، يعني هذه الصوبة أو الشردقة خاصة بإقصار العقل وإقصار البذور للشجيرات والأشجار. بداية معانا هنا شجرة تمر هندي، طبعا إحنا بننتج انتاج تجاري، فبنحط العلامة وبنحط التاريخ 10/2/2019، ودي طبعا الشتلات اللي هي تم انبتها. هحاول اجري مع حضراتكم يعني بسرعة على اساس ان احنا ناخد الفيديو كله. طبعا بيجي صنف تاني معانا هو صنف الكريزيا زي ما حضراتكم شايفين، 10/2/2019، دي منزرعة بالبذور، شتلات منزرعة بالبذور، بنزرع أكتر من بذرة، وبعد كده بيتم تفريدهم يعني لما بنضمن النجاح. طبعا حضراتكم شايفين هنا الحيوية عالية جدا للبذور، يعني الشتلتين أو التلاتة كلهم قايمين وكلهم طالعين ما شاء الله، فده بيدل على حيوية عالية للبذور. كذلك هنا أيضا هنا الكريزيا، طبعا الكريزيا شجرة الكريزيا ما شاء الله بدأت الأوراق الحقيقية تخرج بعد الأوراق الغير حقيقية، وشايفين هنا ما شاء الله يعني ما فيش كيس لم ينبت، يعني أو كل البذور ما شاء الله حيويتها 100%. هنا أيضا بحاول أخد إن شاء الله الجنبين، طبعا هنا احنا مجهزين لزراعة أنواع أخرى. هنا على يميني هنا الكافور الليموني، طبعا بذرة الكافور بذرة دقيقة وصغيرة، فبنزرع عدد كبير من البذور، مش واحدة ولا اتنين، وبعد كده بيتم التفريد. بعد ذلك بيتم التفريد، ده الكافور الليموني، الأوراق الحقيقية بدأت تخرج اهيت، وريحة النبات ليمون، هو شجرة من أشجار الأخشاب الجميلة ومصدات الرياح والتزيين وزرعته في الشوارع والحدائق العامة. هنا حتى الشتلات المنزرعة في البوكس برضو حيويتها ما شاء الله عالية، الحيوية يعني فوق 100% يعني ما شاء الله يعني. هنا أيضا كافور ليموني، البلوك دوت البلوك ده كافور ليموني. هنا الكريزيا أيضا، الكريزيا برضو ما شاء الله حضراتكم شايفين حيويتها عالية. هنا شجرة البومباكس، البومباكس مزروعة بتاريخ 7/2/2019، أيضا شايفين هنا الحيوية ما شاء الله. بومباكس أيضا طبعا الميزة في الإنتاج التجاري إن هو بيكون يعني كتير وفي اهتمام، طبعا طبعا مع العمليات اللي بتتم مع عملية الزراعة. طبعا احنا بنسمي لو بنزرع البذور من غير ما نعملها معاملة خاصة، يعني احنا بنحط النبات وبنسمي لو بنزرع. استراكوليا، دي استراكوليا رفيعة الأوراق، استراكوليا رفيعة الأوراق بدأت تنبت، والأوراق يعني عفوا يعني دي الأوراق الغير حقيقية، وخرجت الأوراق الحقيقية اللي أنا بشاور عليها ديت، دي استراكوليا رفيعة الأوراق. تمام. طيب هنا بقى نبدأ الجانب الآخر من الشجيرات اللي بتتكاثر بالعقل. العقل دي يا جماعة مزروعة، دي 15/2، دي عمرها النهاردة شهر، 15/2، دي فايتكس، فايتكس أو كف مريم. العقل كلها أيضا ما شاء الله كلها مورقة، وفي حاجات يعني ما شاء الله النمو بتاعها عالي، لو رفعنا اي عقله من دول ان شاء الله تكون عملت جذور. بسم الله، فعلا الجذور بتتقطع وانا بخرج العقله، الجذور اهيت. تمام، نعيد زراعتها مره اخرى كده. الفايتكس، عقل الفايتكس، طبعا كل الاشجار دي يا جماعه تتحمل درجات الحراره العاليه حتى 60، يعني الاخوه اللي من العراق، نشطاء الزراعين اللي في العراق بدون ذكر اسمائهم، يعني الاخوه المحترمين اللي قايمين بإعادة زراعة العراق وتعمير
العراق زراعيا بيسألوا كتير على الأشجار والشجيرات اللي بتتحمل درجات الحرارة، فكل ما بناكله الآن بيتحمل درجات الحرارة. فل مبوز، فل مبوز، فيكس باندا بالعقل أيضا، ده بيتحمل درجة الحرارة بقى وبيتحمل كل شيء، يعني نبات ترميه كده في الصحراء. زرعنا التيفيتيا بالعقل هذا العام، لم نكن نزرعها من قبل بالعقل، كنا نزرعها بالبذرة، فقلنا نجربها وإن شاء الله نرى بشايرها وتكون يعني من النباتات اللي بتتكاثر بالعقل، هنحاول مرة نزرعها عقلة. طبعا فيكس الباندا، الفيكس الباندا أيضا، التين ثمار التين الذي يؤكل، ماشي، أيضا يزرع بالعقل. عايزين نشوف كده إن شاء الله في حاجة عملت بذور ولا لسه حتى الآن. بسم الله بسم الله، لسه مفيش خبر عن البذور، لكن إن شاء الله تشتغل. ده تين، معانا هنا التفلة، التفلة الخضراء أيضا، تفلة خضراء، الهبسكس، عقل من الهبسكس. طبعا في برضو شرابس يعني شجيرات، وفي أيضا مغطيات تربة زي الريو، وفي الست كريزيا كانوا الشباب بيزرعوها اليوم، وفي ليمون أيضا كنا بنشتل ليمون بالبذور، هنعيد نرجع عليه تاني إن شاء الله بعد ما نمر على. بحاول يعني أغطي معاكم عشان الوقت. هذا برضو هيبسكس، هيبسكس نفير ألوان، هنا طبعا هيبسكس، الهيبسكس أيضا من الشجيرات الجميلة جدا المزهرة، بتحمل درجات الحرارة المرتفعة. الفل المجوز طبعا عقل، هذا كله فل مجوز، كله فل مجوز. الإخوة اللي بيحبوا زراعة الفل، بنزرع الآن يعني الفل يمشي معانا مفيش إشكالية. فايتكس فل مبوز اهوت عشان الاخوه يبقوا عارفين الاوراق، يعني حقل فل مبوز زرعين نسبه كبيره جدا منه. طبعا احنا مرينا على كوريزيا، ايضا فل مبوز، حقل فل مجوز، روزاليا من الشجيرات المزهرة الجميلة جدا واللي بتتكاثر بالعقل، شجيرة الروزاليا أيضا تم زراعة الروزاليا بالعقل. روزاليا طبعا حضراتكم عارفين أوراق الروزاليا، يعني نقرب كده عشان تبقوا عارفينها لحد ما تظهر إن شاء الله ونوريها لحضراتكم. دي كده أوراق الروزاليا وعقلة الروزاليا. ده كل فل مجوز، فول مجوز طبعا بيطلب كتير جدا على المستوى الشخصي وعلى مستوى الحدائق العامة. هنا الفايتكس طبعا جميل جدا بنزرع منه كتير، شايفين هنا الخضارة يا جماعة، يعني العقل كلها مبشرة بالخير، النمو الخضري ممتاز. يعني الهيبسكس برضو، الهيبسكس برضو ايضا المواد الخضرية. نشوف كده عقلة من عقل، بسم الله نسمي الله ونشوف. بسم الله، دي عقلة الهيبسكس، لسه ما فيش بذور لكن الأوراق نشطة يعني وشغالة ما شاء الله. ياسمين الزفر كلودندرون برضو جميل جدا. في طبعا احنا بنستخدم احيانا منشطات نمو مع العقل، لكن الفل يعني جميل جدا وبيشتغل من غير هرمون ومن غير اي حاجة ونسبة نجاحه عالية. تبسكس بلحة، ده ان شاء الله يكون بامر الله اشتغل. يعني نشوف كده عقلة برضو، بسم الله بسم الله، ايوه ده اشتغل، جذور يعني ماسكة مع التربة. لما نلاقي الاوراق يعني خرجت بهذه الصورة نعرف ان شاء الله ان العقلة اشتغلت. طبعا ده المكان اللي احنا بنعمل فيه تكاثر
بالأشجار والشجيرات سواء بالبذور أو بالتعقيم. بونسيانا أجمل شجرة في مصر، شجرة البونسيانا خاصة في محافظتي الإسكندرية، دي بونسيانا. طبعا الإنبات ما بيكونش كله في يوم واحد، يعني شايفين هنا على سبيل المثال البلوك ده يعني فيه أحجام أو نباتات علت، وفي نباتات أو بذور ما زالت في مرحلة الإنبات لسه بتخرج يعني الأوراق. دي شجرة البونسيانا، أيوة بونسيانا، بونسيانا نيبال. طبعا التربة يا جماعة اللي احنا بنزرع فيها رمل على بيتموس، بس بنزود يعني ساعات بنزود الرمل ساعات بنزود البيتموس عشان مش كل الأنواع زي بعضيها يعني كده. دي كلها بونسيانا، في بونسيانا نيبال وفي بونسيانا عادية، تمام، عشان وفي بونسيانا زهرتها حمراء اللي هي الحمراء القرنفل المعروفة، وفي بونسيانا زهرتها صفراء. طبعا دي بذور انزرعت لكن لسه ما تمش الانبات فيها، زرعت متأخر. دي شجرة او شتلة الجوجوبة او الهوهوبة، مزروعة 4/2/2019. دي شكل الشتلات بتاع الهوهوبة كده. ان شاء الله نكون قدمنا لحضراتكم فيديو عن احد المشاتل اللي بيتم فيها تقاصر الاشجار والشجيرات بالبذور وبالعقار. والسلام عليكم ورحمة الله.